اشترى من المرأة 400 متر ووقعها على كل الأسهم مالتها وضحك عليها. ضحك علي، اجي اخذها من عندي، اجي اخذها من عندي وضحك علي، وهذا الانسان كذاب نصاب، اجي يريد له 300 اخذ كلها قاعي مروتكم. اتصل بي يا احمد ابو خطه اذا تحصلوا لي على التليفون، قال احنا نريد الرد. قلت له عاد عيناك. سيد احمد شلونك؟ السلام عليكم استاذنا العزيز الفاضل. انت حضرتك بحزب الله؟ لو جماعتك حزب الله لو شنو وضعك؟ استاذنا العزيز انا رجل مواطن، لا بحزب الله ولا باي حزب. زين انتوا هذا الشيخ اللي طلع جايين ماخذين قاعه حسب ادعائه، وانت لك حق الرد. يقول اجوا جماعه حزب الله اخذوا قاعي ونصبوا بيها ويخلوني كعب داير، اطلع من هذا المركز اطبب هذا المركز، ليش ماخذين قاع هذا؟ استاذنا العزيز الغالي. نعم. اسمح لي اسولف؟ اي تفضل. استاذنا العزيز، اولا هاي القاعي صار لها من 2016 لحد هاي الساعه. القاع مسيجه. نعم. مسيجها وقاعد بيها وباني محلات. قاعك؟ اي قاع مسيجها وباني بيها محلات وانا المالك الرئيسي للارض. زين. او اكثر سهام بالارض انا، انا هالقاع تقريبا 100 دونم مشتريها، مشتري من عندها 80 دونم وكل القاع مالكها وسند باسمي وموجود. منين مشتريها سيدنا؟ مشتريها ب 2016 من الشركاء الملاليش القديمه. زين هو يتحدث عن قاع اخرى، يقول انا اشتريتها من المراه. بس اسمعني استاذ العزيز، هذا القاع عنده اشترى، هو قال انا راح المراه اشترى من عنده 400 متر ودزيت لكم المكاتبة تنازل بها كافة الأسهم ما عدا 400. اشترى من المرأة 400 متر ووقعها على كل الأسهم مالتها وضحك عليها، والمرأة اشتكت علي وصعدت المحكمة. ايش قد أسهم المرأة؟ المرأة 5 دوانم باسمها. زين هاي 5 دوانم وانت تتحدث عن 80 دوانم، الخمس دوانم مالت المرأة. بس سيدنا نفس القطعة استاذ العزيز، الخمس دوانم من ضمن المئة دوانم؟ من ضمن المئة دوانم. زين السيد اللي طلع المعمم مشتري بس 400؟ شيخنا استاذنا العزيز، الشيخ المعمم مشتري فقط 400 متر من المرأة، ودزيت لك المكاتبة قال غلطت في الموضوع واني اسف واعتذر، داور السند باسمه، سوى رجع كاتب المرأة على 400 متر والمرأة اشتكت عليه وهسه صعد المحكمة الجنح. بالله سيدنا خل استاذنك، الولد المرأة هم دزت لي فيديو، طلعوا لي بالله المرأة، طوني المرأة. من الله منا، هذا الانسان ضحك علي واجي اخذ قاعي وانا مره كبيره مريضه وين اروح؟ انا هاي شيلتي اريدها من السيد، ها اريدها من الله ومن السيد، يوقفني ويطلعني من هالشده هذه، وضحك علي وهذا الانسان كذاب نصاب، اجي يريد له 300 اخذ كلها قاعي مروتكم. الشيخ العشائر كلها إذا من الله ومن عندكم ومروتكم، أنا مرة مريضة وما أقدر كل شيء أسوي، أخذها يقول هاي ورث من أبويا وهي قاعد، خلي طلعون السندات خلي يشوفون الطابو، إجا ضحك علي، إجا أخذها من عندي، إجا أخذها من عندي. قال سيدنا سمعت المرة، أنت تصيح قاعي، المرة تصيح قاعي، الشيخ يصيح قاعي، هسه أنا بالنسبة بالنسبه لي استاذ العزيز بس رخصتك لطفا استاذ، المره احنا مو قاعد مسجينها وقاعدنا وقاعدين بيها، سوى اشترى من المره اسهم 400 متر بيته، من اشترى ال 400 سوى اجى قبل طبب قاعي، قال هاي قاعي، قلت له عمي اول هاي قاعنا من 2016، وثانيا انت مشتري من المره روح لحق المره، انت مشتري 400 متر بيتك، انت ضحك على المره مو جيت تضحك عليها وتشتم قاعي. استاذنا العزيز عندنا كرفان بالقاع حرقه، عندنا سيارة مال حارس حرقها، وعندنا تصاوير فيديو موجودة، وعندنا أدلة، وعندنا صاعدة أهم صاعدنا بالمحكمة، وبيناتنا شكاوى قانونية. هاي وحدة، أنا دعاوى علي هذا علي موجود وعندي كل مكتسبات الموضوع. أنت تشتغل يعني سيد. اشتكي على أستاذ العزيز، علي دعوة بعقوبة ما الصكوك مزورة، علي دعوة ما التسليب بطويريج كربلاء. هو مسويهن عليك بالاستخبارات بالحله 4 ارهاب استاذنا العزيز، هو مسويهن عليك عندنا قطعه استاذنا العزيز بس لطفاً. لا هو شيخ ايات سواها ذني عليك الدعاوي، اقسم بالله العلي العظيم. زين احنا ناس ساده معروفين والعشيره والشيوخ، انت ايش تشتغل؟
انت ايش تشتغل؟ انا اشتري وابيع بالعقارات، انا رجال تاجر، ابيع واشتري. تاجر لو دلال؟ عنده قطعه، استاذنا العزيز عنده قطعه يم الامام بكر، يم بيته 100 متر، 100 متر سعرها ما يجاوز 6 ملايين، باعها 16 واحد، وقعدت الوادم يم هلا وهلا، قالوا عمي روح هذا بدنا قفاص وما انا داخل بما نقدر له، ولابس عمامة رسول الله، ويروح للدوائر الدولة بعمامته الذانة، يجيب لنا أشكال والوان الناس زين. العصابات زين. وآخر شيء بس أستاذ العزيز مروسك، أنا مواليدي 87، يقول علي مكتسب مال إعدام وحكم حزب الله وإرهاب، أنا وين من إرهاب؟ أنا رجال معروف من عشيرة وإنسان تاجر. أنا اتصلوا بي حزب الله، أنا مشتري بفلوسي يا سيدنا، أنا مشتري بفلوسي، أنا حزب الله اتصلوا بي، حزب الله ودع عليكم حجي حزب الله ودوا علينا، راح ارد الوادم اي الساعة، وجاينا جماعة للبيت يهددون بيه، انتو شلون تجيبون اسمنا؟ عمي انا من جايب اسمك؟ انا ما جايب، هذا انسان طلع بالاذاعة جايب اساميكم، وانا شو اللي دخل بحزب الله؟ انا داق باب حزب الله، داق باب حزب فلان، ليش تروح الشهادة؟ انا للامانة امام الجمهور يعني الاخ المستشار القانوني لحركة حزب الله اتصل بي واعلن وقال لي، وهاي امانه يجب ان اعلنها، انهم براء من كل الاسماء التي ذكرت ولم يكونوا منتمين لحزب الله، انا ابرر ذمتي امام الله. لكن يا سيدنا انتم ساده وهو معمم، عندكم عشائر والناس تقدم السيد، لا حالينها بالعشائر، حلوها بالقانون، حلوها بالقانون، لان هذا عيب. استاذنا العزيز مرهوستك استاذ، أي. قعدنا ناس السيد مختلف، قعدنا مكتب هناك بالنجف، دعونا الشيوخ بالنجف، وقعدنا وخذيت عمامي وهلي، وقعدنا الساعة الموعد عندنا بالأربع العصر، من الأربع العصر للستة العصر ما اجى ولا اعترف بالوادي، ما اخذ شيء، قال عندي شغل، لأن عندنا موعد وياك ليش ما تجي؟ قال عندي شغل ما اجى، لأن ليش؟ لأن المرة اجت، المرة هذه المرة اللي حكيت اجت، اجت وناشدتهم قالت لهم اما انا مغتصب قاعي، شلون يقول الناس مغتصب قاعي؟ يقول انتم مهددين المراه ومصورين لها هذا الفيديو، هو يقول هذا العزيز المراه موجوده تدق وتطف يوميا تنزلها جماعه، هو يدزلها جماعه للبيت، تعال تنازل من دعوتك يوميا زين، والمراه موجوده حين ترزق، لا تقرا ولا تكتب، مراه كبيره. انا اشكرك، انا الشيخ استاذنا العزيز، هاي وحده الوحدة الثانية، وين ما يروح يعني يشتكي علي حرق الكرفان، عندنا تصوير فيديو، عندنا كل شيء علي، ودله وتهديد، يروح للدولة يزرع عليها مرقبض يطب ويطلع بساعة وحدة، وأنا يوميا مشتكي عليه ويوميا نايم 3 أيام. أنا أشكرك. شوفوا هذا هذه نتيجة السياسة العشوائية وعدم احترام القانون. ده تشوفون النسيج المجتمعي الآن شلون يتمزق. ترى أنا ما أتلذذ بهاي القصص، أقسم لكم بذات الله، من أعرضها مضطر، حتى نشوف إحنا وين وصلنا نتيجة عدم احترام القانون. هذا يدعي وذاك يدعي وهذا يتكئ، وبعدين يتضح الحزب بريء، وبعدين ما تفتهم، هذه خلطة عطار، إنه المجتمع يصل أن يفقد مصداقيته. وكلا لما تظهر هذا، سواء من المتحدث اليوم أو متحدث الأمس، أنه يجب أن يخضعون للقانون ونعطي كل واحد حقه، لأنه هذا تشويه للقضاء، تشويه للقانون، وتشويه حتى للعمامة، واضطهاد للمرأة. هسه احنا ما جاي نفتهم، لكن هاي سياسة الأعداء نجحت.